هو السيناريو نفسه منذ 6 أيام. ليل طرابلس مشتعل بامتياز على غالبية المحاور، وصباحها هادئ يتخلله بعض عمليات القنص التي يذهب ضحيتها قتلى وجرحى من كلا الطرفين. واليوم أيضا شيعت طرابلس قتلاها، سقط شخصان من حارة البرانية وآخر من الزهرية. اشتباكات الليل تركت وراءها جرحى، ففي المستشفى الإسلامي زرناهم وكانت صرخة من الوجع. أجاني ضرب بإجري، أنا أم الشباب شايفوني، أمروا لي شبع خير تلوت صوابط، أم ركضوا الشباب وشولي. لما لأ شو انعطبت يعني؟ يعني تقريبا هاي إجري اليمنى تقريبا شبه معطوبة، يعني العظم يعني العظم تقريبا فتت كليته. لشو بختقلهم لكلهم؟ يعني الله يسامحهم الجميع، إن كانوا من فوق ولا إن كانوا من تحت، الله يهديهم ويصلح الأحوال، هذا اللي بدي أقول لهم إياه. لأنه حرام، هذا الشيء اللي عم يصير حرام، ما حدا بيتقبل فيه. ظلام، هذا ظلام، والله العظيم ظلام. يعني بهاليومين صاروا لي شي 5 قتلة. كلهم جيش، يعني ظلام ظلام، نحن يعني شيء كثير هيك والله العظيم. صرخة هؤلاء الجرحى لاقتها صرخة من المجتمع المدني أيضا، الذي رفع شعار نريد الأمن والأمانة في طرابلس. كل نواب ووزراء ورئيس حكومة لبنان، عيب عيب اللي بيعترف بعجزه يضل قاعد بمكانه وبتحملوا المسؤولية انتو الأمنيين، واتهم على مسؤوليتي الشخصية الجهات الأمنية، بالتواطؤ إلى حد كبير بهذا الموضوع. هيدي صرخة باسم المدينة، نأمل مثل ما قال سماحة المفتي اليوم قبل الظهر خلال 48 ساعة تطبق قرارات أسرب عبدة، وإلا أهل المدينة حتنزل على الشارع، ومطلوب من الوزراء والنواب والرئيس مياطي يجوا ويعتكفوا معنا ويتركوا مناصبهم، وإلا المدينة حيكون لها رأي آخر. إلى جانب المجتمع المدني ولقاء الجرحى، عقد قائد سرية طرابلس العميد بسام الأيوبي في سرايا طرابلس اجتماعا أمنيا لوجستيا أصدر فيه توجيهاته إلى العناصر لبدء تنفيذ الخطة الأمنية في الشوارع البعيدة نسبيا من خطوط التماس، وذلك لمنع الفلتان وضبط أمن المواطنين ومصالحهم التجارية. من طرابلس، رشا الكرم، قناة الجديد.